صورة حديثة قد تكشف لنا اختلافات معمارية حين نقارنها بصورة أقدم لنفس المكان. فماذا إذا كان المصور نفسه معماري بالأساس؟ وماذا إن كان يدقق في الأرشيفات القديمة أيضاً؟ كريم بدر يبحث عن الحقيقة بين طيات الصور وثنايا التفاصيل. لما تشوف صورة وتلفتك انت عندك في الاخر يعني انطباع معماري عن كل حقبة ربما تساعدك في خلفيتك كمهندس. صورت الصورة، جيت شكيت فيها، ما هي الروافد اللي انت بتستغلها عشان تحاول تعمل التحقيق التاريخي بتاعك؟ رسوم مشهورة لإيه؟ كتب إيه؟ دوريات إيه؟ إيه المراجع اللي انت بترجع لها عشان تبدأ تتعقب حقيقة يقودها شغفك الخاص جدا؟ هو طبعا في انواع مختلفه كتير قوي من المراجع، يعني في طبعا مراجع علميه واكاديميه كتيره، في برضو حاجات زي الصور والوثائق والحاجات اللي زي كده. دايما مصر والقاهره تحديدا كانت مثيره جدا لشغف المصورين من المصريين والاجانب. يعني مثلا في مثلا ارشيف حسن فتحي، احد الارشيفات المهمه، ارشيف سير كريزول، احد الارشيفات المهمه جدا، والمصورين اللي جم مصر من القرن ال 19 وكده. فبنشوف يعني في مشاهد بنشوفها لسه موجوده زي ما هي، في مشاهد اختلفت تماما، في حاجات اترممت دلوقتي فبقى شكلها جميل جدا، في حاجات اندثرت ما بقتش موجوده. انهي نسخه من القاهره هي اللي اجتذبت حضرتك بحيث انك تدور وراها وتبحث عنها وتقارن الصور وتدور على صور قديمه وتصور صور جديده وترجع لمراجع وتستفيد من دراستك وتخصصك؟ هو في اكتر من صوره، ولكن مثلا في اوقات يعني انا بحب اللف في الشوارع وادور على الحاجات المباني والمعالم، وممكن يكون مش مبنى كامل، ممكن يكون جزء من مبنى، باب من مبنى بيحمل تاريخ معين او عليه اسم معين او بيدل على فتره تاريخيه معينه او حقبه معينه في الصناعه بتاعت او الحرفه بتاعت النوع ده من الحاجات. يعني بنمشي في مكان مثلا زي شارع باب الوزير، وشارع موجود من وقت المماليك، وبنشوف فيه آثار مملوكية مهمة جدا، وبنشوف برضو بيوت موجودة من القرن ال 19 ليها ملامح حديثة، ولكنها برضو مش منفصلة في السياق بتاعها ولا منفصلة في الشكل بتاعها عن المباني المملوكية اللي موجودة فيه. ومن هنا بنشوف حاجة اسمها طبقات تاريخية، فبنشوف مكان بيجمع ما بين أكتر من عصر تاريخي، كل عصر له الدلالة بتاعته، له الثقافة بتاعته، له الشكل بتاعه في المعمار أو في الحرف. فده أحد الأمثلة على التنوع التاريخي والفني اللي موجود في القاهرة. لو جينا نتطرق أو نبص لصور حضرتك صورتها وكانت مفتاح للبحث أو لترميم صورة تاريخية معينة أو الوصول لحقيقة معينة من رافد غير تقليدي، زي صورة فيها تفاصيل، فيها باب، فيها تجاور مبنيين من طرازين مختلفين، صورة ممكن الواحد يصورها بعادية شديدة وبأريحية شديدة وشكلها جميل، لكن ما وراء الجمال حقائق كتير مركبة في طبقات التاريخ. طبعا تستعرض لنا ايه من الصور مع حضرتك؟ هنا مثلا ده صورة لميدان القلعة، صورة من تصوير حضرتك؟ طبعا بالتأكيد. صورة متاخدة من القلعة نفسها، من قلعة صلاح الدين نفسها. هنا بنشوف باب العزب، وهو الباب اللي كان اللي حصل عنده مذبحة المماليك الشهيرة يا محمد علي. وبنشوف هنا الميدان ده هنا جامع السلطان حسن من عصر المملوكي من القرن ال 14، وده جامع الإمام الرفاعي اللي اتعمل في وقت أسرة محمد علي، يعني الخديوي إسماعيل والخديوي عباس،
في يعني وافتتح في القرن العشرين في 1910 1912 حاجه زي كده، قعد يبني فتره طويله. وده مصور من القلعه اللي هي في القرن السادس الهجري تقريبا. تقريبا كده بالظبط. يعني وفضلت هي مقر الحكم لحد زمن الخديوي اسماعيل ولحد ما اتنقل لقصر عابدين. يعني احنا بنتكلم في مربع واحد طبقات التاريخ بتحكي بالظبط، وبنشوف كمان حوالي 10 قرون متفاوته بالظبط، وبنشوف كمان جامع الامير قاني باي ده 1515 تقريبا، وبنشوف المباني الحديثه وتوسع القاهره بعد كده، بنشوف ورا القاهره المعاصره. يعني حضرتك لما بتبص في المكان ده او بتتحرك فيه بيبقى عندك كده نسخه 3D او ثلاثيه الابعاد لهذا المكان عبر قرون. طبعا كان هنا جامع قبله بقرنين سوق بعده بقرنين كذا بالظبط. طبعا ما يقدرش يفارقني كل الذاكره البصريه اللي تكونت عندي قبل كده من مشاهدات وبحث في وثائق وصور قديمه وكتب وحاجات زي كده، خاصه وان القاهره يعني من المدن اللي كتب عنها كتير، سواء من المؤرخين اللي عاشوا فيها زمان زي المقريزي وزي القلقشندي لحد الجبرتي اللي كان بعدهم بفترة، من المستشرقين والرحالة الكتير اللي عدوا عليها وتكلموا ووصفوا، ثم من بعد الحملة الفرنسية بقى الناس اللي جم رسموا، ثم الناس اللي جم صوروا من أواخر القرن 19 وأوائل 20. فبالتالي كل المخزون ده طبعا بيديني بيأثر فيا وانا بصور وانا بشاهد وكده. خليني ارتب بقى الوقائع كده. حضرتك ماشي في شارع باب الوزير اللي هو ليه طابع معماري معين بالظبط، حضرتك بتصور صوره جميله جت قدام عينك، شباك شكله جميل زي ده تمام. وانت بتروح بيتك بتبص في الصور بتلاقي ان في فرق في شكل الشباك، فبتبدا تدرك او تقدر وتفترض ان الشباك دوت شكله مش ابن الفتره دي، فتبدا رحله التنقيب ورا اصل الشباك ده أو ابن فتره معينه او هو ابن ايه وراها بالظبط. هنا مثلا كان بيشد انتباهي ليه يعني هو هنا معمول بنفس الغرض من المشربيه، يعني هنا الهدف ان هو يعمل مشربيه. ببص بقى على تاريخ البيت، فتاريخ البيت مش موثق قوي، فقعد ادور في الكتب، ادور في صور قديمه، أنواع مختلفة، مواد أرشيفية مختلفة، مجلات، حاجات زي كده. وبعدين بلاقي في تقرير عمله أحد المهندسين المرممين في مشروع للترميم كاتب فيه عن تاريخ البيت. فبلاقي تاريخ البيت في القرن 19 أو آخر القرن 19 ده في الآخر غير شكل المشربية الكلاسيكي أو التاريخي، غير وحولها لشكل بلكونة، فهي بالتالي هو مرحلة وسطى ما بين المرحلة وسطى ما بين المشربية والبلكونة.